السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى، ومع حكاية جديدة حكاها رب العزة جل في علاه في سورة من سور القرآن. حكاية اليوم حكاية يعني ترتب عليها تشريع إلى يوم القيامة. وحكاية إيه؟ حكاية امرأة. امرأة، عنوان الحلقة امرأة جادلت النبي. امرأة جادلت النبي. ايه حكاية المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وايه في الجنة الشجرة بتبقى مظللة علينا، والثمار بتاعتها بتبقى نازلة كده قريب من دانية الجنة، عليهم ظلالها والجبال ظلالها. قطفها ما تذليل. شاء الله عليك. عندي كم سنة؟ 7 سنين. 7 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. وهي عندي كم سنة؟ 9 سنوات. ما شاء الله. ضيفتنا الثالثة هي آلاء مسعود. مسعد. مسعد؟ طب معلش يعني نصحح الخطأ. آلاء مسعد. ازيك يا آلاء؟ عاملة ايه؟ كويس. على فكرة آيات ودانية بيحفظوا قدر من القرآن، لكن آلاء ختمت القرآن مرة، وفي المرة الثانية دلوقتي صح كده؟ لا، في الثالثة. في الثالثة كمان؟ ده انا كتبت معلوماتي كمان قديمة يعني. المرة الثالثة وصلت لحد فين في المرة الثالثة في الختمة الثالثة؟ دلوقتي يعني فاضل جزئين وخلص. فاضل الجزئين بس، يعني انتهيتي من 28 جزء. ما شاء الله ما شاء الله. بس مخرجنا محمد اسامة بيقول لك علي صوتك شوية. ماشي؟ طيب ندخل بقى على حكاية اليوم. مين المجادلة دي؟ مين يقول لي مين التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم دي؟ مين؟ اسمها ايه؟ ها؟ خولة بنت ثعلبة. خولة بنت ثعلبة، ثعلبة صح كده؟ دي ستنا؟ ستنا طبعا، لأنها صحابية جليلة من الصحابيات اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. طب وزوجها كان اسمه ايه؟ أمس أوس. مش ايوه اوس، مش امس، امس ده كان امبارح. ها؟ أوس ابن الصامت، صح كده؟ لان القصه كلها بتدور حول ستنا خوله وسيدنا مين؟ اوس. تمام؟ طب ايه حكايه الجدال ديت؟ طب ما نخش في القصه ونشوف الجدال تم ازاي. ستنا خوله بنت ثعلبه زوجها حصل بينهم مشكله. فعمل ايه؟ اتخانق معاها. وده بيحصل في كل البيوت، تلاقي الزوج والزوجه بيتخانقوا صح؟ ها؟ طيب قبل بس ما اكمل القصه، الصفحه بتاعتي موجوده على الشاشه دلوقتي، وصفحه البرنامج باذن الله تعالى تنزل كمان بعديها. اللي حابب يتواصل معانا سواء كان بسؤال او باجابه على سؤال حلقه اليوم باذن الله تعالى اللي هنقوله في اخر الحلقه ونختم بيه الحلقه باذن الله تعالى. ايه اللي حصل؟ ان هم اتخانقوا مع بعض، وده بيحصل كتير جدا صح؟ بس مش عايزينه يبقى كتير قوي صح؟ عايزينه يبقى قليل كده، الخناقات في البيت تبقى بسيطه كده ما تبقاش كتيره كده. اللي حصل ان هو اتخانق معاها فقال لها كلام كان في الجاهليه الكلام ده صعب جدا. قال لها ايه؟ قال لها انت كانك مامتي، انت عليا كظهر امي. زي ما بتقول كده دانيه، كانه بيقول لها انت زي مامتي صح كده؟ انت عليا كظهر امي. طب اللي كان بيقول الكلام دوت او الحلف دوت كان بيقصد بيه ايه؟ ان هي حرمت عليه. وانتوا عارفين الطلاق؟ عارفين في عندنا طلاق؟
صح؟ الرجل يطلق سورة الطلاق. في سورة اسمها سورة الطلاق، ما شاء الله الناس اللي حافظة بقى. احنا عندنا الطلاق موجود، لكن في الجاهلية كان في طلاق أيضا قبل الإسلام ما يأتي، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتشريع. كان في طلاق أيضا، لكن كان في حاجة اسمها إيه؟ المظاهرة. إن الواحد يقول لمرات زوجته أنت علي كظهر أمي، أول ما يقولها كده تبقى حرمت عليه تحريم أبدي، أما تطلق ممكن ترجع تاني، لكن لما يقولها أنت علي كظهر أمي خلاص ما ينفعش ترجع تاني. فالمهم قالها الكلام ده، فضلت هي تفكر وسابها وخرج. رجع تاني حب يقترب منها، فزقته بقوة، دفعته بقوة. ليه زقته بقوة؟ عشان هي دلوقتي بقت محرمة عليه، فما ينفعش ان هو يقرب منها خالص، تمام؟ ايه ده؟ هي ليه عملت كده؟ عشان في شرع، هي قالت انا محرمة عليه، ما ينفعش ان هو ايه؟ يقرب مني خالص، فدفعته بقوة. فقال لها ليه بتعملي كده؟ قالت له ايه؟ لانك ايه؟ ظاهرت مني، يعني انت حلفت عليا بيمين الايه؟ الظهار. واني ذاهبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا. ففضلت ماشيه لحد ما وصلت لمين؟ الى بيت النبي صلى الله النبي عليه الصلاه والسلام، وحكت لي الحكايه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اراك الا انك قد حرمت عليه. ليه؟ لان ما كانش فيه تشريع نزل بالايه، ما كانش فيه قران ولا فيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الامر، خلاص. فبالتالي هي محرمة عليه ايه دلوقتي، بس هي في الصورة كازمين وتشتكي الى الله، ما لسه ما كانتش طلعت لسه بقى الايه الصورة، احنا لسه بنحكي اللي حصل قبل نزول الايات. بس في الصورة كاتبين ما تشتكي الى الله، بس هي راحت تشتكي للرسول مش ما انا هقول لك بقى ليه، بقول لك اللي حصل ايه. هي راحت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما قال لها كده قال لها خلاص ما اراك الا انك قد ايه حرمت عليه. فقعدت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه يا رسول الله؟ ده انا عندي اولاد منه، لو سبتهم له هيضيعوا، لان الام مهم جدا تربيه الام في البيت، ولو خدتهم منه هيجوعوا لان هو اللي بيصرف على البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اراك الا ايه قد حرمت علي. ففضلت تشتكي بقى لمين؟ لرب العزه، وتناجي ربنا وتقول له يا رب طب اعمل ايه؟ طب انا يعني ما ينفعش ان انا اسيبه، وما ينفعش ان انا اسيب ولادي، وما ينفعش ناخد ولادي معايا. هي دي اللي كانت ايه؟ وتشتكي ايه؟ الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ اذهبي واتي بايه؟ بزوجك. ليه؟ عشان يسمع منه هو كمان، مش يسمع منها بس. يعني ودي كمان فايده مهمه جدا 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 من الفوائد اللي ممكن استفادها من قصه اليوم. اللي هي ايه؟ ان انا لما حد يجي يشتكيني من حد ما اسمعش منه بس، لازم اسمع من الطرف الثاني، صح كده؟ فالنبي عمل كده. فجت هي وزوجها فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لا انتوا كده ايه؟ كانوا بيتكلموا فين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مين كان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيده عائشه. وكانت قريبة منهم جدا، لكن السيدة عائشة ما سمعتهمش كويس، يعني سمعت بعض الكلام. السيدة عائشة تقول: سمعت بعض الحديث ولم أسمع البعض الآخر، ما سمعتش كل حديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع ستنا خولة. لكن مين اللي سمع؟ من فوق سبع سماوات. الله سبحانه وتعالى. فأنزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يتلى إلى يوم القيامة، لحد يوم القيامة واحنا نقرا نحفظ القران ده. وبقى بالنسبه لنا شرع، بقى بالنسبه لنا احكام شرعيه، تمام؟ اللي اي حد يقول لزوجته كده يبقى يتحمل بقى ايه اللي هيحصل بقى. سوره البقره. ايه في سوره البقره؟ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. ده لما يطلقها، لكن لما يظهر منها لا، ده موضوع تاني خالص. تمام؟ فايه نزل ايه قول رب العزه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ايه ده؟ فالسيدة عائشة تقول: تبارك سمع الله. والله ايوه قالت ايه؟ والله يسمع تحاوركما ان الله سميع. انا عايز اقول بس السيدة عائشة قالت ايه؟ تبارك سمع الله. ربنا سمعها من فوق سبع سماوات، وانا جنبيهم ما سمعتش كل الكلام. وده برضه يطلع نطلع احنا هنطلع الفوائد واحنا ماشيين بقى. وده يدينا فائدة كمان مهمة جدا جدا جدا. ان انا اي حاجة اقولها، اي حاجة اعملها، ها؟ اخد بالي ان ربنا بصير سميع، بصير يسمعني
ويراني، صح كده؟ عشان كده رب العزة ختم الآية بقوله إن الله سميع بصير. تمام؟ بس قعد يشتكي ربنا سبحانه وتعالى، فربنا جاب لهم الحل. إيه الحل؟ بس الأول لازم ربنا يقول لنا إن الكلام ده ما ينفعش. الذين يظاهرون ها من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول. يبقى إن أمهاتهم إلا اللائي إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، صح كده؟ يبقى أمهم مين بقى؟ اللي ولدتهم، لكن مش الزوجة، مش الزوجة هي الأم، فينفعش إن أنا أقول لإيه لزوجتي كده. تمام؟ إيه اللي حصل بعد كده؟ نزل بقى التشريع. تمام؟ آه. اللي هو إيه بقى؟ يا إما إن هو يسيب واحد من عبده، ولو معهوش فلوس يصوم. هما ثلاث حاجات. ثلاث حاجات، اللي هما إيه؟ فك رقبة. فك رقبة. أيوة، يبقى الأول إيه؟ فك رقبة. يعني إيه؟ عتق عبد من العبيد. طب إحنا عندنا عبيد دلوقتي؟ ما عندناش عبيد. العبيد دول كانوا موجودين ايه؟ زمان. وانتوا عارفين ان اللي يعني الذي سعى لتخليص العبيد من العبودية والرق هو الاسلام. لان اللي يقع في ظهار يعمل ايه؟ يعتق رقبة، صح كده؟ واللي يحلف ولا يوفي بحلفه، تمام؟ يعتق رقبة، صح كده؟ واللي يقتل نفس خطأ يعتق رقبة، صح كده؟ فعندنا ايه؟ قعد عتق الرقبه لحد لما ايه؟ ما بقاش فيه ايه؟ ما بقاش فيه عبيد خالص في الايه؟ اه، يبقى اول حاجه عتق ايه؟ رقبه. فهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انه فقير لا يستطيع ان يعتق ايه؟ رقبه. فيا رسول الله اه؟ راح قال لها ايوه، فنزلت ايه؟ نزلت التكمله ها؟ اه؟ فايه صيام ايه؟ يصوم اطعام الاول 60 مسكين الاول، صح ولا صيام الاول؟ لا، صيام الاول. يبقى يصوم كام؟ 60 يوم. الله، ده احنا بنقول زقته ودفعته، يعني هي اقوى، كانت اقوى منه. هو كان كبير في السن وكان ضعيف وكان مريض، تمام؟ فالمريض يقدر يصوم؟ لا، ده احنا اصلا المريض ما بيصومش، صح كده؟ اه. مين اللي ما يصومش؟ مين ومين ومين؟ كبار. المريض؟ المريض والكبار والكبار. وايه؟ ما هو المريض وكبار السن، ما هو كبار السن ده مرض، ها؟ المريض، ها؟ والمسافر، والذي لم يبلغ الحلم، صح كده؟ اللي هي اللي هو الايه؟ الغير مكلف، صح كده؟ وانتوا ما شاء الله صايمين ولا ايه؟ صايم. انت صايم الحمد لله؟ لا، انا مش صايمة عشان ما قدرتش. عشان ما قدرتش عشان الطريق وكده، صح كده؟ اه. وانت صايمة؟ ان شاء الله. طيب ماشي، لكن انت بتصومي. بس. صح؟ لحد الظهر؟ لحد الظهر. وبعدين هي دينية عندها 7 سنوات، وانتوا عندكم 9، صح كده؟ يعني هي اصغر منكم، المفروض ان هي يعني لسه السنه الجايه كده نبتدي بقى الحاسبه والسنه اللي بعديها، صح كده؟ لا، انا لسه. انت لسه؟ طيب. يبقى ايه؟ الصيام صيام كام؟ 60 يوم. ايه ده؟ بس ايه، في تتابع؟ ايوه، جميل جدا جدا اللي بتقولوا ايه؟ ايات. بس لازم يكونوا ايه؟ ورا بعضهم. طب لو صام مثلا 59 يوم. ايوه، وفطر يوم واحد يرجع يجيب تاني 60 يوم من الاول خالص. الله، ده هو ضعيف ومريض ومسن ما يقدرش. ربنا جاب تكملة. ايوه، القرآن وقال يأكل 60 مسكين. يطعم ايه؟ 60 مسكينة. طب الاطعام دوت في تكلفة، احنا لسه بنقول ان هو فقير اصلا، صح كده؟ ايوه. طب يطعم ازاي؟ فقالت له يا رسول الله انه فقير ولا يستطيع ان يطعم ايه؟ مسكينا واحدا، مش 60 مسكين. الله، ده احنا ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان اي حد يقول الكلام دوت، كلمه اتقالت قبل ما يقولها يفكر هيقدر يوفي بالمطلوب منه ولا لا، هيقدر يعتق رقبه ولا يقدر يصوم 60 يوم متواصله ولا هيقدر يطعم 60 مسكين. ما تقدرش، يبقى ما تتكلمش، صح كده؟ يبقى كل واحد فينا ياخد باله ايه من الامر دوت، او يطعم ايه؟ 60 مسكينة. طيب مش قادر يطعم 60 مسكين، النبي يقول لهم كده خلاص، كده الموضوع خلص خلاص. امال يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين يقول لي؟ ها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال لهم في واحده
بتتصدق وعندها فضل مال، عندها اموال كثيرة، اسمها ام المنذر. فقال لهم ايه؟ قال لها يروح عند ام المنذر، تمام، وياخذ منها ايه؟ الطعام، ويعمل ايه؟ ويطعم 60 مسكين. طيب ناخد بقى الايات ونشوف هو عمل ايه. جاب الماء الاكل الطعام واطعم ايه؟ 60 مسكين. تمام. بعد ما اطعم 60 مسكين كده خلص الموضوع. ايه اللي حصل بعد كده؟ خلص الموضوع خلاص، هو كده اطعم الايه؟ اطعم 60 مسكين. خلاص اطعم 60 مسكين. طيب احنا عايزين بقى نستفيد بدروس من ايه؟ من هذه القصه ديت. مين يقول لي ايه الدروس المستفاده؟ انا قلت درس كام درس منهم وكده احنا شغالين بنتكلم. الدرس الاول ان لما يجي لي 2 متخاصمين، 2 مش طايقين بعض، 2 زعلانين من بعض، 2 بينهم مشكله، خلاص زهقوا من بعض كده، خلاص مش طايقين بعض، اسمع منهم هما الاثنين، ما اسمعش من طرف. عشان كده امور الطلاق عندنا في الشرع ما ينفعش نسمع من الزوج او الزوجه بس، لازم نسمع منين؟ من الاثنين. عندنا برضه اي مشكله حد بيحل مشكله لازم نسمع من الايه؟ من الاثنين. كمان حاجه تانية وحشه قوي موجوده دلوقتي ويمكن بقع فيها كتير قوي 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 من الناس، اللي هي ايه؟ الطلاق. طبعا الطلاق اخف من ايه؟ من الظهار، لكن الطلاق كتير قوي باي حد، حد يكلمه في اي حاجه يحلف ايه؟ بالله، بالطلاق. يا ريت بيحلف بالله. احنا مطلوب مننا اننا نحلف بمين؟ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ايه؟ او ليصمت، يسكت ما يتكلمش، يا اما احلف بالله يا اما ايه؟ اسكت. ناخد جنه وبعدين نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جنه؟ الحمد لله. كويسه ولا كويسه؟ الحمد لله. انا بسالك كويسه ولا كويسه؟ انت كويسه ولا كويسه؟ كويسه الحمد لله. كويسه الحمد لله، ما شاء الله عليك يا جنة. ها انت عارفه، عارفه القصه اللي بنتكلم فيها؟ انا واخده سوره قريش. يا عايز تقرا سوره قريش. طب سمعينا سوره قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. بارك الله فيك يا جنة، ما شاء الله جنة قراءتها جميلة، واضح انها صغنونة خالص. عندك كام سنة يا جنة؟ يا جنة 4 سنين. كام؟ 4 سنين. بتزوق ليه طيب؟ 4 سنين. 4 سنين. ماشي. طيب خلاص سمعت والله، ما شاء الله عليكي. 4 سنوات وبتقرا. يا بتأكد تاني برضه لسه بتقول. والله نسمعك. 4 سنوات ما شاء الله عليك يا جنة، أنت جميلة جدا يا جنة، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويجعلك من أهل القرآن ويبارك في والديك. خيرا جزاك. مين أخوكي بقى؟ أخوكي معانا؟ مصطفى. مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى. مصطفى اللهم صل على سيدنا القرآن لوحده. كفوا احد. والله ما شاء الله السوره كلها كفوا احد. ربنا يبارك فيك يا مصطفى. انا سمعتك. سمعت الاخلاص بس انا ما سمعتش غير كفوا احد بس. وفي ناس بتقولها كفوا، صح؟ هي اصلا ايه؟ كفوا احد، صح كده؟ ما شاء الله مصطفى جميل جدا جدا جدا، ربنا يبارك فيه هو وجنه. طيب يبقى احنا الحالف لا يكون الا ايه؟ بالله. ماشي؟ محدش يحلف يقول ايه؟ على الطلاق. ده حتى دلوقتي في بنات بيقولوا الكلام ده، صدقوا؟ ما ينفعش اصلا بنت تقول كده. وولاد صغيرين لسه ما اتزوجوش يقولوا الكلام ده. طب ينفع الكلام ده بالله عليكم؟ لا. ما ينفعش خالص. وبرضه بنحذر اي
حياتهم كلها في البيت للزوج وللاولاد، فيخاف تسيب ولادها ما يعرفش يربيهم زي ما هي هتربيهم، وخاف تاخدهم معاها عشان ايه ما يجوعوش، وخافت كمان على زوجها الكبير في السن ده ان هو ايه يقعد لوحده وهي بتخدمه، او ممكن يموت، او ممكن يموت. تصدقوا ناخد محمد. السلام عليكم. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. محمد صغنون خالص صح؟ ممكن اقرأ التحفة. تقرأ التحفة كمان؟ ما شاء الله، اقرأ التحفة. يقول الله رحمة الرسول لما رسول عباده ما شاء الله. الحمد لله وصلنا على محمد وآله ومن سلف. وبعد هذا نظم للمريض في النور والتنوير والنذور سميته بتحفة أطفالي عن سكن النهي بالجمال أرجو بها من سعاد طلابة رجع والقبول والثواب. ما شاء الله عليك محمد، عندك كام سنة يا محمد؟ أربع سنين. خمسة؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا محمد. طب يا محمد لو حابب تبقى معانا في البرنامج سيب رقم تليفونك مع اخوانا في الكنترول. محمد تعرف تقول تحفه زي بيقولها كده؟ اه. لا لا ما تعرفش تقولها زيه. لا 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 انا لا ده بيقولها ايه بقى يعني ما شاء الله كمان والحروف طالعه ايه جميله جدا جدا جدا. ما نعرف تحفظينها. يا راضي رحمات الغفوري دوما سليمان هو الرمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعدها فالنظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال جمالي. طب ليه ذي الجمالي؟ هقول لكم انا دلوقتي ها؟ أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ما شاء الله. أنا عارف إن أنتوا كلكم وكلكم حافظينها ما شاء الله. أربعة أحكام ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. طبعا تحفة الأطفال دي مالهاش علاقة بالبرنامج خالص، بس بقى إيه طالما محمد قالها وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني دانية قالتها بشكل جميل جدا جدا يعني ما شاء الله، وأنا عارف إن أكيد 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 آلاء حافظاها كويس، وأنتِ حافظاها؟ يعني شوية شوية. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. طيب ايه كمان بنستفيده وانا قلته في وسط الكلام؟ ان ربنا سامع بيسمعنا كويس جدا جدا تمام وبيشوفنا كويس، فاي حد بيعمل حاجه غلط بيشوف، يبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى شايفه، واي حد بيقول كلمه غلط عارفين ان كل حرف بيتلفظ به الانسان يحاسب عليه يوم القيامه، صح كده؟ واي حاجه يعني سيئه اي لفظ يحاسب عليه اما 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 بحسنات او بسيئات. كل حاجة احنا عملناها نتحاسب عليها. كل حاجة احنا عملناها هنتحاسب عليها. خطأ. لو كانت خطأ طبعا. لكن لو كانت صواب ما هنتحاسب عليها، يعني ايه؟ هناخد اجر او هنشيل وزر. يا ناخد حسنات يا اما نشيل سيئات. حد يقدر يشيل سيئات يوم القيامة؟ عايز تقولي ايه؟ وكمان بتبقى في ملائكة بتكتب الحاجات الكويسة. الحسنات والسيئات. صح؟ ناكر ونكير، صح كده؟ واحد بيكتب حسنات، واحد بيكتب سيئات. ربنا يستورنا يوم القيامة. مش كافر هو مؤمن برضه يعني. احنا ما قلناش انه كافر، احنا بنقول هو بيكتب. لكن احنا هنتحاسب على اللي بيكتبه، صح كده؟ تمام. طيب يبقى احنا كده ايه؟ انتهينا بسرعة من قصة المرأة التي جادلت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وده باختصار لأن القصة فيها برضه ايه؟ كلام كتير جدا. وده عشان ايه؟ عشان عندنا سحب على سؤال الحلقة الماضية. يعني بفضل الله تعالى ما زال التفاعل موجود من مشاهدينا الكرام، بس احنا حابين التفاعل يزيد عن كده كمان شويه، تمام؟ احنا قلنا ان فاز معانا في الحلقه الماضيه بنت، صح؟ وانا كمان معظم الاجابات اللي بتجيلي من نساء وبنات. وفي برضه من رجال واولاد، لكن النساء والبنات اكتر بكتير شويه. فعايزين ايه؟ الرجال يشدوا حيلهم شويه في الاجابات، تمام؟ طيب مين بقى هيشد لنا
فوز او حد من اللي فاز معانا بهذه الحلقه بكتاب فضائل القران. ها مين يشد مين يسحب لنا ورقه؟ انا. مش عارفين تسحب ورقه؟ حد كيفين تسحب ورقه؟ رصتوا معانا؟ انا. انتوا كلكم رفعتوا ايديكم بس انت متردده ليه بترفعي ايديك كده ليه؟ طب ناخدها من على اليمين كده ماشي؟ طيب يلا يا ايات اسحبي لنا ورقه كده. ايوه عايزين نشوف مين اللي فاز معانا. عبد العزيز القادر. عبد طب هتقراي غلط كمان؟ لا 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 هشوف الموضوع ده خالص. عبد العزيز القاضي، عبد العزيز القاضي هو الفائز معنا بجائزة هذه الحلقة وهي كتاب فضائل القرآن. عبد العزيز القاضي هو الفائز معنا. طب إجابة السؤال كانت إيه؟ سورة البروج. كانت سورة إيه؟ البروج. إحنا اتكلمنا عن مين؟ عن أصحاب الأخدود تمام؟ وعن الغلام والساحر في الحلقة الإيه؟ الماضية. والإجابة صحيحة هي سورة البروج والفائز معنا هو عبد العزيز القاضي. عبد العزيز كده خد معانا كتاب هو وتقع تمام؟ اللي هي جائزة البرنامج، ودخلوا معانا في سحب العمرة بإذن الله تعالى في آخر رمضان. طيب احنا معانا سؤال حلقة اليوم، تحبوا نسمع الآيات تمام وبعدين نرجع نتكلم عن سؤال المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. يعني طبعا احنا بنعيش مع صوت الشيخ المنشاوي. بتحب الشيخ المنشاوي؟ بتعرف حد بيحب الشيخ المنشاوي؟ ما تعرفوش بس سمعي القرآن بس سمعي الصوت ده ممكن تكون ما بتعرفش تفرقي بين صوت قارئ وقارئ، لكن اي حد يسمع الشيخ المنشاوي ده يسمعه ويبقى ايه يعني مستمتع جدا 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 وحاسس بالايات وهو بيسمع الشيخ المنشاوي. عشان كده احنا اخترنا الشيخ المنشاوي هو اللي يقرا الايات. الايات دي وردت في سوره، محدش يقول لي ايه هي السوره ديت، لان ده سؤال ايه الحلقه للمشاهدين الكرام. وردت في سوره، اسم السوره ده اللي عايزين حضراتكم تبعتوا الرسائل عليه. اسم السوره عايزين اسم صاحب الرساله ورقم الهاتف، لان جالنا برضو رسائل كتيره جدا من غير ارقام تليفونات. الاسم ورقم الهاتف، الاسم ورقم الهاتف، ويدخل معانا في السحب غدا باذن الله تعالى على اسم الصوره اللي سمعتوها من شويه اللي وردت فيها حكايه المجادله التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم. انا سيب بس فائده مهمه جدا من القصه وانا حابب ان انا اقولها لانها مهمه جدا جدا جدا. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته مفتوح لكل الناس، صح كده؟ للسائلين اللي هم محتاجين مساعده، لاصحاب الاسئله اللي عندهم مشكله. فالنبي كان بيته مفتوح رغم انه كان نبي وكان عنده هموم الرساله والجهاد وبيوته وزوجاته، وصح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول جدا 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 كان مسافر
الصادق الأمين. أيوة صلى الله عليه وسلم. لكن كان بإيه؟ بيسمع. فبرضو دي نصيحة كده فائدة بقى من الأمر ده، إحنا بنقول لكل الدعاء تمام؟ اسمعوا للناس، لأن في ناس بيشتكوا يقول لك أنا بتصل بالشيخ فلان عشان أسأله على حاجة ما بيردش عليا، صح كده؟ مش ده بيحصل؟ فبنقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاكله الكثيرة كان إيه؟ طالما حد تعرض للدعوة يبقى يتحمل إن هو يلتقي بالناس ويستقبل اتصالات الناس ويستقبل إيه؟ أسئلة الناس ويرد عليها، صح كده؟ صح كده. طيب يبقى سؤال حلقة اليوم، في أي صورة وردت الآيات؟ معانا بإذن الله تعالى كتاب فضائل القرآن لشيخنا الشيخ الحويني بارك الله في عمري، ومعانا كمان عمرة في آخر الشهر مقدمة من شركة يوسف للسياحة من بلقاس. عمرة مقدمة من شركة يوسف للسياحة من بلقاس. طبعا الحلقة انتهت كده يعني سريعا، وبشكر في نهاية الحلقة ضيوف في الاستوديو آيات سامح، بارك الله فيك آيات نورتينا، ودانية همام بارك الله فيك يا دانية وشرفتيني، وآلاء مسعد بارك الله فيك يا آلاء وشرفتوني جميعا. قولوا أي حاجة، طيب قولوا شكرا، أي حاجة، أي كلام أو أي حاجة كده يعني. كما أشكر طبعا كل اللي اتصل علينا وكل من شاهد هذه الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل وعلى رأس فريق العمل في هذه الحلقة أخونا محمد أسامة بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى غدا مع حكاية جديدة حكاها رب العزة في سورة من سور القرآن. نختم بقى بمكان يختم بنا النبي صلى الله عليه وسلم المجلس، وتقولوا معايا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ونقول مشاهدينا الكرام كده كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.